السبب الرئيسي لهذه الجلسة يحترم، وعلى رأيي يبطل كل التقولات الآلية التي أطمنا أنه آلية اتخاذ القرار في صندوق الاستثمار لا تغيير عليها، وهذا مهم جدا. فأنا دوري أشكر الحكومة على هذا الرد الصريح والوافي، وأطمن المدنيين بأن استجابة الحكومة لهذه الجلسة مشكورة وتسجل، ويعني فضل لا شك. ولكن إن على عمل الصندوق يعني للأمانة لم نسمع أي رئيس لهذا الصندوق عليه فساد. أنا لم أسمع طول حياتي النيابية 20 سنة أي صندوق تولى، أي مدير تولى رئاسة صندوق استثمار الضمان كان فاسدا، وهذا برضه تطمن الأردنيين. ولكن في إجراءات أنا برأى أنه يجب اتخاذها، يعني 2011 يا إخوان المسؤول عن الأسهم لم أوجه سؤال للحكومة، وجاوبت معالي الدكتورة سويد علي بأنه لا يوجد مدير للاستثمار، لأنه حاول يستقطب واحد وما أدري ما له من 2011 المكان شاغر، لا يوجد مدير استثمار، مدير مختص مسؤول عن استثمارات الاستثمارات الأسهم، وهو معرفة الاسم مدير محطة تمويل المشاريع وبنية التحتية، لا يوجد مدير. يا الأسهم مدير الوكالة، وهذا اقتراح خطير. يعني لا نرفض يعني انه فشلت المؤسسة باستقطاب واحد مختص، هذا غير مقبول. بعدين يعني الاستثمار في البنية التحتية مش بالشكل المجدي والمناسب. المفروض الحكومة تتنبه إلى هذا الأمر، وأن تستثمر أموال هذا الصندوق لعمال المدنيين